بتعرف انه هذا بريء بتحكموا اعدام، بتعرفوا بريء اكثر منه بتحكموا اعدام. يلي قتل 4000 بيوم واحد عم يحاكم واحد مو قاتل حدا. والله انا لما شفت العالم كله، العالم كله 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 ما في دوله ما اقاموا صلاه غائب، والله بكيت والله نعمه. الاسلام قوي جدا، ما في دوله بالعالم ما اقاموا صلاه غائب على واحد لك ما عمل شيء. انا عندي بحث طويل عن انجازاته لا تصدق، ثواب سنه ما ساووا حكام هالبلد بمئة سنه بسنه ثواب، ومع ذلك حكم بالعدم واللي حكموه. شو في هيك حرفه؟ هو كل حرف شريفه، بس واحد مثلا بيسلك المجاريح، اذا اشتغل القاضي مسلك مجاريح افضل ما يكون قاضي. يحكم بالاعدام لانسان عالم وقارئ قران وحافظ كتاب الله وله انجازات مذهله، احنا وين عايشين؟ تمتلئ الارض ظلما وجورا.